تعهد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بالاستمرار في دعم من وصفهم بأصدقاء إيران في المنطقة في أول تصريح له بعد توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد وقال خامنئي في خطبة العيد بطهران إن السياسة الإيرانية في المنطقة لن تتغير واشار الى ان توجهات بلاده في الشرق الاوسط تتعارض مع سياسات واشنطن داعيا الولايات المتحده الى الاقرار باخطائها في المنطقه